بعرف اللي عم أعمله. Thank you.
اسمعوا شباب، بكره قبل صلاه الظهر راح نكون موزعين حوالي المقبر. زغلول وكرنيب انتوا بتفوتوا من الجهه الشرقيه، وانا بعرف زي وانا ما معي خبر، وانا اللي مفكره حالي بعرف كل شيء عنك، وانت بعدك بتكذب علي. انا ما كذبت. وزياره ثروت لإلك شو؟ انا بدي اعرف من الغريب، انا مرتك جبل. تفضل. شوي هي عليها ملفات وصور بتفوت ثروت على الحبس. هربت وما خلصت منه، تجوزت وما خلصت منه. هذا الحل الوحيد لحتى نخلص منه كل العمر. انت عملت اللي عليكي، بس حياتي ما رح توقف على فلاشي. نحنا ناخد حقنا بإيدنا. يا ابني تعود وخبرني شو صار. ما هيدا اللي مجنني، قلعوني من الشغل من دون ما حدا يفسر لي انا بشغلط. ما تكون رميلك شي كلمه هيك ولا هيك ووصلت لغازي. لحكى بيي، انا ما قلي شي عند الزلمه، والمعلم غازي فضله كبير وما بيعملش معي الا الخير. بصراحه انا مبسوط انه زعبوك من الشغل. هلا ابنك مشحوط من الشغل وانت مبسوط؟ ايه، لانه ارتاح بالي وطمنت عليك. يا ابني الرزق على الله، روح هلا نام وارتاح، وطاعة بكره مساك الشغل هون. انا كبرت وبحاجه لإلك حدي، اخوه بيك اولى فيك. وهلأ شو؟ وربي كف ماكن يا أمي.
يا شباب، يا جلال، يا خلدون، يا شباب، يا شباب، شو في يا ابو ناهد؟ لا عم تصرخ. هجموا جماعة غرب على الكاميونات وعم يشلحون البضاعة. ما عرفتوا من انه؟ من التامين. قتلوا اثنين من شوفيري. بضاعة المعلم غازي عم تنسرق وبعدكم واقفين؟ لك يلا لشوف! يلا اطلع! يلا!
اللي صار؟ على شو عم تنغمي؟ إذا مش خايف على حالك مش خايف على ابنك؟ ارميه على الله. أنا خلقت هون وابني خلق هون وراح يربى مثل ما ربيت أنا. كنت متمنى خبره خبرية حلوة عني وعنك، مش عن العذاب يلي عشناه أنا وياك.